الشام يا ابن المرتضى هالليلة ردينا، قوم انفضي تراب اللحد واسمع بواجينا تشكي لك يمتوني الهضم عما جرى علينا وثار قد من اليسر ضلت بيادينا يا حامي ضعينا يا شبت انهض يا عباس انهض يا بعد بعد ولا يا عباس ويا العقيلة زينب اول يا ولي ردنا من حضم اليسر يا صاحب للشهوب فوق الوجين تنزل دموع العين يا ابن الوصيد حامي الحمى دلينا قبرك وين يا ابن الوصيد حامي دلينا قبرك وين جينا نطوفك بالدمع يا ظهر اخوك حسين رد ضعني السبية من جرى مجروح قبل ام الخدير ينزف الم ويحساس الله يا حامي الطعن يا غيرة يا نوماس مجروح قبل ام تسأل بوادي كربلاء وين القمر عباس تسأل بوادي كربلاء وين القمر عباس أنا اشكي لظلم الناس
صبرنا يا خويا وانهضمنا ولا يا قمرنا ولا يا عباس انهض يا هاي العقيلة أمي الحزين ردت يا كافيل هاي العقيلة أمي الحزين ردت يا كافيل فامواج من دمي سألك يا بن حامي الحمى سألك يا بن حامي الحمى لو انت تسألها عن طول ايام الهجر يا الوالي ونا انهض يا عب بعد بعد ولا يا عباس اولي انهض رحم الله هذه الاصوات بنت حيدر كانت امس بالخدر موصوفة بنت حيدر كانت أمس بالخدر موصوفة وبزود ظلك يا ولي بالهبة لك علامي الفقيد لو هضمت الكوفة لو هضم شامات القهر يا موقفي تشوف تشكي لك علامي الفقيد لو هضمت الكوفة لو هضم شابات القهر يا موقفي تشوف لو حالت رقيه